اهلا بكم متابعي قناه الملوك. عندنا هذا الفرح، واحد من الكراح هذا. هذا الفرخ طبعا عمره 3 شهور، ولكن عنده مشكلة في نمو الريش. ما شاء الله صحته جيدة وجسمه قوي جدا، لكن عنده مشكلة نمو الريش هذه، سبحان الله. لاحظوا الأجنحة، نمو الريش في الأجنحة ليس مكتمل، وأيضا نمو الريش في الجسم أيضا غير مكتمل. يعني اللي يشوفه يعني يتوقع عمره أقل من شهر. طبعا هذا عمره 3 شهور، يعني كبير ما شاء الله، ولكن كما تلاحظون عصبي جدا. طبعا هذا الفرخ الوحيد اللي عنده هذه المشكلة. الحمد لله كل الفراخ تمام، لكن هذا الفرخ يعني غريب عجيب. رغم صحته الجيدة، لكن نمو الريش غير جيد، يعني حتى لا يستطيع أن يطير. رغم أن عمره 3 شهور، يعني المفروض يستطيع أن يطير. طبعا أنه يأكل، ولكن الطيران لا يستطيع بسبب ضعف أو نمو، عدم اكتمال الريش في الجناح. سبحان الله العظيم. ركزوا على ريش الجناح.